الكرة، ولا الناس بتمشي بمبدأ تصفية الحسابات، او احنا جينا فاحنا هنمشي الكابتن حسام بدري. طيب اللي انا بقوله لحضراتكم ده حصل في اجتماع لجنة الكرة مع الكابتن حسام البدري. كابتن محمود الخطيب قال نصا كده، نصا قال للكابتن حسام البدري، طبعا لانه كابتن حسام بيسمع والصحف بتكتب والمواقع بتكتب ومفيش حد، يعني كل واحد بيجتهد قدر المستطاع يوفق او لا يوفق، بيبقى عنده اغراض او ما عندوش اغراض، كل التفاصيل دي كلها في النهايه انت ما بتعرفش تصفيها، هي بتوصل وصل الكابتن حسام، وصل الكابتن محمود الخطيب، بس انتوا عارفين ان الكابتن محمود الخطيب على قدر كبير جدا من الحكمه. يعني اول كلام اللي قاله للكابتن حسام البدري، وانا مسؤول على الكلام اللي انا بقوله، قال له كده بالظبط، انه انا مش جاي خالص علشان خاطر انت تمشي يا كابتن حسام، كل طلباتك الفنيه هتتنفذ، كل اللي انت عايزه في يناير هيتنفذ، واحنا معاك ومساندينك. ده الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب للكابتن حسام البدري. يمكن الجلسه كان يبقى فيها تحفظ شويه لو ما اتقالتش الكلمتين دولت، لانه زي ما بقول لحضراتكم في اجتهادات كتير جدا، فالاجتهادات دي ممكن يقول لك ايه، ما هو مش معقوله كل الكلام ده، ممكن توصلني انا حاجه، انا بتكلم لو انه انا الكابتن حسام البدري. فالكابتن محمود الخطيب خلصت القصه دي، قالوا انت مكمل وانت موجود، ومش معنى وجودي هنا ان انت هتمشي، ولا ان احنا هنتلكك لك، ولا انت هتبقى موجود في مكانك، ولا هنتحاسب معاك بالقطعه، وكل طلباتك الفنيه هتبقى مجابه. في السياق ده بقى، في الجزئيه دي، كابتن حسام البدري هيقدم تقرير فني زي ما هو معتاد في وجود لجنه الكره، هيقدم تقرير فني بطلباته والراحلين. طيب مين اقرب الراحلين مثلا في يناير؟ في راحلين بعروض زي مؤمن زكريا، قلت لحضراتكم الخبر امبارح. مؤمن عنده عرض من الامارات الاماراتي، والعرض الاهلي عايز 500,000 دولار مده 6 شهور، والمعروض دلوقتي 300,000 دولار. ممكن يبقى في نوع من انواع المفاوضات. اللي انا متاكد منه انه كابتن حسام البدري ما عندوش مانع انه مؤمن زكريا يترك النادي الاهلي لفتره احترافيه لمده 6 شهور ويعود مره اخرى. هيبقى في مستبعدين، وهيبقى في لعيبه هيتم انتقالها على سبيل الاعاره، زي مثلا عمرو بركات، زي ميدو جابر، زي صالح جمعه، مع يناير اللي جاي. وفي التفاصيل اللي انا بتكلم فيها دي، ده تقرير فني بيقدمه الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، بناء على ثقه كبيره حصلت ما بينه وما بين لجنه الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. يبقى علشان الامور تبقى مستقره لدى اذهان وجماهير النادي الاهلي والراي العام الاهلاوي في الجزئيه ديت، كابتن حسام البدري مستمر مع كابتن محمود الخطيب. ولا صحه على الاطلاق لاي كلام ممكن تسمعوه انه الكيمياء مش ماشيه، الكيمياء مش راكبه، الفرقه حالتها مش احسن حاجه، كابتن حسام البدري مش عارف ايه، كابتن محمود الخطيب ايه، مستنيين له على غلطه، هيجيبوا كذا، هيعملوا كذا، الكلام ده مش موجود قطعا ونهائيا. نخش بقى على الخبر الثاني. كابتن حسام البدري استدعى او ضم 22 لاعب للمباراه المقبله امام وادي دجله. 22 لاعب ما فيهمش عماد متعب، واستبعاد عماد متعب بسبب تصريحات وكيله اللي كانت قالت في الفتره الاخيره انه مش هيبقى مستمر مع النادي الاهلي. مين بقى ال 22 لاعب؟ محمد الشناوي، احمد عادل عبد المنعم، ورمضان مصطفى، احمد فتحي، ومحمد هاني، وايمن اشرف، وعلي معلول، وحسين السيد، وباسم علي، حسام عاشور، وعمرو السليه، وعبد الله السعيد، واحمد الشيخ، ومؤمن زكريا، واسلام محارب، وليد سليمان، واحمد حمودي، وصالح جمعه، وكريم ندفد. خط الهجوم وليد ازار، واحمد ياسر ريان، وباكا، والمستبعدين عماد متعب، وميدو جابر، وعمرو بركات، ومروان محسن، واحمد حمدي، ومحمد عبد المنعم. حمام ده اللي هو المدافع اللي اتكلم عنه الكابتن حسام البدري في اخر مؤتمر صحفي، قال انه هيتم تصعيد لاعب من الناشئين، فهو صعده موجود واتمرن ولكنه استبعده طبعا. في كمان سعد سمير، ورامي ربيعه، ومحمد نجيب، وصابر رحيل، وشريف اكرامي، دول المستبعدين من المباراه المقبله للنادي الاهلي. خليني اقول لكم التشكيله المتوقعه. تشكيله الاهلي المتوقعه هيبقى محمد الشناوي يعود مره اخرى لحراسه مرمى النادي الاهلي، محمد هاني وايمن اشرف الاثنين في القلب، محمد هاني وايمن اشرف، لانه الاهلي ما عندوش خلاص ولا مساك سليم ولا مساك في النادي الاهلي سليم، كلهم دلوقتي مصابين، مستشفى عنده النادي الاهلي. احمد فتحي ناحيه الرايت، وعلي معلول ناحيه الليفت، عمرو السليه، وحسام عاشور،
اجاي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وليد ازارو. ده قد يكون التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. هطمنكم تباعا طبعا على لعيبه النادي الاهلي. محمد نجيب هيغيب اسبوعين بسبب التمزق اللي كان تعرض ليه، وايمن اشرف خلاص قلنا انه بالنسبه كبيره ممكن هيكون موجود في التشكيله الاساسيه. قصة مروان محسن والاهلي كان تعرفين انه اللعيب اللي حكينا القصة دي، بس هقولها تاني بسرعة كده. اللعيب اللي بيبقى مصاب مع المنتخب، اللعيب اللي بيبقى مصاب مع المنتخب من حق نادي ان هو ياخد تكلفة العلاج بتاعته بالكامل من الفيفا، نظام اسمه نظام حماية اللاعب طبيا ده في الفيفا. وبالتالي كان مروان محسن من ضمن المجموعة اللي على مستوى العالم حصل لهم الموضوع ده، وبالتالي الأهلي بيطالب بحقوقه في هذا الشأن. مباراة ودية الأهلي مع منتخب أندية المحترفين بالسعودية. لجنة الكرة بعد التنسيق مع الجهاز الفني للنادي الأهلي وافقت على انه يبقى فيه مباراة كرة قدم تجمع ما بين الأهلي ومنتخب أندية المحترفين بالمملكة العربية السعودية في فبراير القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة تحت رعاية معالي المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.